بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا صباح الخير على حضراتكم جميعا. في البداية احنا طبعا النهاردة انا بتكلم من موقع او من كابينة الترجمة الفورية. طبعا انا بعمل الفيديو ده النهاردة، وانا اتمنى الحقيقة ان الفيديو ده يكون فيه منفعة ويكون فيه خير ويكون فيه افادة، يعني hopefully it should be beneficial لكتير من الناس المهتمة بمجال الترجمة الفورية وبمجال الترجمة الشفهية بصفة عامة. أنا الحقيقة النهاردة بصحبة أحد أعلام الترجمة في مصر، الترجمة التحريرية والترجمة الفورية، الأستاذ الدكتور محمود كامل. وإحنا النهاردة في أحد المؤتمرات الدولية في القاهرة، وبنقوم سويا أنا وهو بنعمل شغل الترجمة الفورية مع بعض. أنا طبعا عايز أخلي الفيديو ده يبقى حاجة هادفة وتبقى حاجة الحقيقة حاجة ممتعة. في البداية خلوني أرحب بأستاذنا وحبيبنا الأستاذ الدكتور محمود كامل. أهلا وسهلا بسعادتك دكتور محمود. الحقيقة دكتور محمود، احنا طبعا احنا دلوقتي بنسجل واحنا جوه كابينة الترجمة الفورية، يعني من جوه المطبخ زي ما بيقول، وانا لابس السماعات مستعد طبعا، ومعايا الدكتور محمود، وقدامنا طبعا المايك. انا عايزين نتأكد المايك مقفول، مش عايزين نخلي حد يسمع حاجة. ده احد المتطلبات طبعا. أيوة. الفنية للمترجم الفوري. تمام. ان يكون ملما، يعني عفوا ان انا بقطع ساعتك. تمام. وابدأ الكلام قبل ما تأذني. تمام. ان يكون ملما بالمسائل الفنية المتعلقة بالترجمة الفورية. أيوة. ومنها المايك اللي سيادتك اشرت اليه قبل شويه، السماعه اللي انا حاططها على دماغي دلوقتي اللي سيادتك برضه لابسها، بس هتكلم عن دوت بعد ما سيادتك. جميل جميل. طبعا احنا النهارده انا عايز اقول لحضراتكم ان الايفنت او الكونفرنس اللي احنا فيه دلوقتي دوت، انا دايما احب اشبه الناس بتوع الترجمه الفوريه هو بمثابه الرجل الجندي المجهول. هو رجل الحقيقة تقريبا الحدث كله بالكامل ربما يكون بيتوقف على أداء المترجمين الفوريين، وإن كانوا لا يظهروا أبدا في الصورة. أنا دايما دكتور محمود أستاذنا، لما باجي أخش مثلا، أفتكر لما كنت أجي أسافر من بلد لبلد، أخش جوه وأنا داخل الطيارة، فواحنا داخلين جوه الطياره كده اي حد ركب الطياره بيلاقي المشهد ده، بيلاقي الكابتن الطياره ممكن تلاقيه واقف عند كابينه الطياره بيحيي الركاب وهم داخلين جوه الطياره. واحيانا ما كناش بنلاقي كمان الكابتن، فانت بتبقى داخل جوه الطياره وما انتش عارف مين اللي بيقود الطائره بداخل الكابينه. هي تقريبا شبهها بالظبط. هو في وده يبين لك اهميه الترجمه الفوريه، ان في احداث عالميه قد لا تحدث إلا من خلال وجود المترجمين الفوريين، وإن كانوا لا يظهروا في الصورة على الإطلاق. النهاردة عايزين، أنا طبعا كل مرة بطلع إيفنت معين بحاول إن أنا أستثمر الخبرات الجبارة اللي موجودة في مصر، وأنا مقتنع الحقيقة بأن مصر كانت وستظل دائما بلد ولادة بها قدرات وإمكانات، ومش بس جوه مصر وبرا مصر كمان. النهاردة عايزين بقى نستفيد من الدكتور محمود في مسألة الترجمة الفورية. دكتور محمود، احنا عندنا، انا على المستوى الشخصي انا اعرف ناس كتير بيعملوا في مجال الترجمة بصفة عامة، سواء كانت التحريرية او الفورية. سؤال الناس كتير بتسأله، انا علشان اكون مترجم فوري متميز وشاطر بشكل موجز كده، تفتكر حضرتك ايه اهم السمات او السكيلز الكاركترستكس الفيتشرز اللي تبقى موجودة عند الشخص علشان يكون مترجم فوري؟ لأن منهم اللي بيعمل في الترجمة التحريرية، وعلى حد معلوماتي المتواضعة أستاذنا، إن دايما مش شرط كل واحد مترجم تحريري بالضرورة يكون مترجم فوري شاطر، والعكس صحيح. فالترجمة الفورية بتتطلب مجموعة من مهارات مهنية ومهارات شخصية لابد إن هي تكون متوفرة في لدى الشخص علشان يقوم بهذه المهمة اللي هي مليئة بالتحديات، دايما نسميها challenging task أو challenging mission، وكمان في الوقت نفسه هي ممتعة. دكتور محمود،
معاك الكلام. شكرا جزيلا يا دكتور كثيرا. الله يعزك دكتور. وانت عالم يشاهده الناس على شاشات التلفزيون واقربها طبعا شاشه النايل تي في التي تتشرف باستضافتك، وكذلك عالم على الصحافه المقروءه، والناس يتمتعون ايضا بقراءه مقالاتك النافعه عن الذكاء الاصطناعي والبرمجه العصبيه وغيرها من الموضوعات المشوقه، وهي موضوعات صعب من الخوض فيها الا لمن قرا فيها وتمرس ويفهم ما يقول. حتى كتابه المقاله نفسها، يعني كتابه المقال امر صعب جدا، صعب جدا ان تلخص الكثير وتضعه في القليل من الكلمات وان يكون وافيا. فأنا أحييك على كل هذه المهارات، إن كنت يعني تجانبني وتقول إن لي بعض المهارات في مجال الترجمة لا يا جماعة، فأنت واقعا لا مجاملة تتمتع بكثير من المهارات في كثير من المجالات. بالنسبة إلى الترجمة الفورية، يعني لا نحتاج إلى الحديث عن أهميتها، ونكتفي مثلا بالقول لنفرض أن هناك مؤتمر قمة بين مجموعة من رؤساء الدول من يتكلمون لغات مختلفة، فماذا يحدث لو غاب المترجمين؟ لو تعثر دخول المترجمين إلى مكان الحدث، ماذا سيحدث؟ سنتوقف يعني في الواقع القمة سيؤجلونها، سيبحثون عن مترجمين. يعني إذا يعني لا حاجة لنا، إنها من نافلة القول أن الترجمة الفورية مهمة أهمية الحدث نفسه. يعني لا تقل عن الحدث نفسه أهمية. ودعوني في هذا المقام يعني أقول إن المترجم الفوري لا قيمة له دون الفني، الزميل الفني الذي يعمل معنا، الزميل المسؤول عن توصيل صوتي كمترجم فوري إلى السادة الحضور في المؤتمر أو في الفعالية، لأن هناك متحدثا يتحدث لغة لا يفهمها جمهور الحضور، فماذا يحدث؟ يقوم المترجم بترجمة هذا الحديث على الفور ترجمة فورية. طيب ماذا يحدث لو كان الفني غائبا؟ ماذا يحدث لو كانت الأجهزة لا تعمل؟ ماذا يحدث لو كان الفني حاضرا وغير كفء؟ إذن وجود الفني مهم أهمية وجود المترجم الفوري في الحدث، ووجود المترجم الفني المترجم الفوري مهم أهمية وجود الرؤساء، رؤساء الدول. نفس يعني حضراتكم تشاهدون على شاشات التلفزيون السيد الرئيس وهو يتحدث ويا رئيس ضيف وبينهما المترجم. تتصوروا حضراتكم أن هذا المترجم غير موجود، ماذا سيحدث؟ هذا عن أهمية الترجمة الفورية، وهو كلام يعني كما قلت في البداية نافلة، فالكل يعرفه ولا حاجة إلى الخوض فيه أو تكراره. أما بالنسبة للمهارات التي يجب أن يتمتع بها المترجم الفوري، فهناك مهارات طبيعية مثل قدرته على الكلام، يعني أن يكون كلامه واضحا مفهوما، لأنك إن كنت مترجما تلم باللغتين إلماما تاما، لكنك لا تستطيع أن تفصح عن ذلك لوجود عيوب في النطق، فلا فائدة على الإطلاق من اشتراكك في الحدث والترجمة فيه ترجمة فورية، ويكفيك أن تقوم بالترجمة التحريرية. وأيضا يجب أن لا تكون هناك أي عيوب في السمع، فإنك تضع السماعات على أذنيك وتسمع، فإن كان عندك مشكلة ولم تسمع المتحدث فإنك لن تترجم. إذن القدرة على السمع بدون أي عيوب وبدون أي مشاكل، والقدرة على الكلام بدون أي عيوب وبدون أي مشاكل، سمتان أساسيتان في من يرغب في دخول مجال ومضمار الترجمة الفورية. هناك بعد ذلك مجموعة من المهارات المكتسبة، لابد من الإلمام الكامل بلغتين، بل دعوني أقول لكم بثقافتين على الأقل. الله، دي نقطة مهمة جدا، هذه نقطة غاية في الأهمية. ليست اللغة فقط ولكن الثقافة أيضا. فإنك حين تنقل لغة
من شخص إلى آخر فإنك لا تقوم بنقل الكلام فقط ولكنك تنقل الثقافة أيضا. فهناك أمور ثقافية قد تقف عائقا في طريق نقل اللغة من شخص إلى آخر. إذا لابد من دراسة اللغتين دراسة ملمة بثقافتي البلدين. أنا عذرا للمقاطعة دكتور محمود، يعني أنا طبعا يعني أحيانا أجد كثير من خاصة من طلابي في المجال التخصصي في مجال الترجمة والترجمة الفورية تحديدا، يعني يقولون لي دوما نحن نشعر برهبة وبخوف عند الدخول. إذا لابد من دراسة اللغتين دراسة ملمة بثقافتي البلدين. أنا عذرا للمقاطعة دكتور محمود، يعني أنا طبعا يعني أحيانا أجد كثير من خاصة من طلابي في المجال التخصصي في مجال الترجمة والترجمة الفورية تحديدا، يعني يقولون لي دوما نحن نشعر برهبة وبخوف عند الدخول الكابينة وعند خوض هذا المجال. فكرة الرهبة والخوف، أنا أعلم أن مسألة الترجمة الفورية هي يعني على المستوى النفسي وعلى المستوى الإدراكي هي مسألة فعلا متشابكة. يعني أنا سمعت مرة لأحد المترجمين الفوريين من العراق، وهو المترجم البارع الأستاذ موفق توفيق، وهو أحد أبرع المترجمين الفوريين حقيقة، يعني كان يتحدث عن مسألة في جزئية فكرة الاستماع بعناية ثم الفهم والتحليل ثم إخراج المنتج في نهاية المطاف. أولا نعود للنقطة الأساسية، فكرة الرهبة والخوف، وهي فكرة طبعا أنا أتفهمها طبيعي جدا خاصة للطلاب الجدد. فما هي يعني نصيحتكم في هذا الأمر فيما يتعلق بالتغلب على فكرة الخوف والرهبة؟ هو يعني أجيب على سيادتكم بسؤال، ما كيف تتم عملية الترجمة الفورية؟ إن عملية الترجمة الفورية عبارة عن توافق ذهني عصبي ما بين الأذن والمخ واللسان والكلام في وقت واحد، فالثلاثة يعملون في وقت واحد. أنت تستمع إلى شخص يتكلم، وفي الوقت نفسه يقوم مخك بترجمة ما يقول إلى اللغة المقابلة، ويقوم لسانك بنقل ذلك. كل هذا يتم في وقت نقول إيه كسر من الثانية، فهمت ثانية كما قال الدكتور الله يرحمه. إذا هي مسألة إيه؟ يعني توافق. وهذا التوافق أنا أشبهه مع الخارق بقيادة السيارة. فإنك حين تتعلم قيادة السيارة في البداية تقوم بإيه بقى؟ تبقى قاعد كده اسمحوا لي ماسك الدركسيون بإيديك ومركز قوي 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 في الإزاز قدامك في الشارع، وبعدين أنت برضو تركيزك رايح لرجليك، عاوز تحط رجلك على البنزين وعلى الفرامل، واحيانا تبص لتحت تسيب الايه تسيب الشارع وتبص لتحت عشان تشوف رجليك على البنزين ولا على الفرامل، فتروح داخل في حاجه. طيب ده في البدايه. طيب بعد شويه اللي بيحصل، يعني انا هديكم مثال بقى بايه اللي بيحصل. الام بتغير للبيبي اللي جنبها اللي على الكرسي اللي جنبها وهي بتسوق. تغيرت عمل حاجة، تغير له الحفاضة بتاعته وهي بتسوق، شوف وصلت لحد فين. دلوقتي الناس بتقعد ايه تكتب على الموبايل علشان تشارك. فإذا هي الرهبة ناتجة عن عدم القدرة على التوفيق ما بين الأذن والمخ واللسان في آن واحد. لكن بعد شوية في الترجمة الفورية، يعني أنا يعني عفوا يعني لا أريد أن أضرب مثالا يعني أثبت فيه كفاءتي وغيري، كنت مشاركا في إحدى مؤتمرات المنظمة الدولية للأمم المتحدة، وكان عن الجريمة والعدالة الجنائية،
وكنت يعني كان زملائي قد أرسلوا لي مجموعة من الرسائل يستفزونني بها على الواتساب وأنا جالس داخل الكابينة. نعم. قمت بالرد عليهم وأنا وأنا أترجم. يعني كيف حدث ذلك؟ حدث ذلك نتيجة تراكم خبرات ونتيجة أنني ألفت الكابينة وعملت عليها. نعم. هذه الرهبة تضيع بالممارسة. بالممارسة. يعني بالممارسة. يعني كلما جلست في الكابينة يعني كلما يعني اعتدت على الجلوس فيها واعتدت على الجو العام واعتدت على استخدام السماعات والمايك واعتدت على التنقل ما بين اللغات. خلي بالك أنت داخل الكابينة لا تتحدث لغة واحدة. يعني إن كانت قدراتك هي الترجمة من العربية إلى الإنجليزية والعكس فقط لا غير فإنك تقوم بالتنقل عبر المايك اللي قدامك دوت ما بين هاتين اللغتين. مرة على إيه ومرة على بي. تحدث المتحدث بالعربية بقيت انت على بي. تحدث بالإنجليزية بقيت انت على بي. وهكذا. نعم. 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 طيب. نحن الآن ما زلنا نتحدث عن أحد المجالات الإنسانية. وهي أحد المجالات في تصوري وفي تقديري أن أحد المجالات الممتعة الهامة جدا في حياتنا المعاصرة حاليا وهي مجال الترجمة الفورية. أنا شخصيا دكتور محمود أستاذنا أنا شخصيا مهتم ومعني بإشكالية اللغة والثقافة والتكنولوجيا والتطورات التي تحدث في العالم حاليا في كل المجالات هي مرتبطة ارتباط وثيق حاليا بالتقدم التكنولوجي الذي يحدث على مستوى العالم. يعني في إحدى المرات كتبت مقالة بعنوان الترجمة إلى متحف التاريخ، وربما هذا كان كابوسا وربما قد يكون واقعا أنه يوما ما قد تختفي مهنة الترجمة الفورية مثلما حدث في بعض المهن الأخرى. السؤال هنا وكان كما يقولون بالإنجليزية the question that we have today which is quite a bit challenging. السؤال اللي هو أعتقد أنه مليء بالتحديات هو هل يمكن فعلا لمجال مثل مجال الترجمة الفورية قد يختفي يوما ما في ظل هذه التطورات؟ يعني أنا منذ أيام سمعت عن برنامج أو عن تطبيق البعض يستخدمه فينقل من لغة إلى لغة في التو واللحظة. نعم. فهل يمكن لفكرة التكنولوجي والذكاء الاصطناعي هل بالإمكان أن يعني يخفي أو يقلل من دور المترجمين الفوريين مستقبلا دكتور محمود؟ يعني قد ينطبق هذا على الترجمة التحريرية للفورية وليس على كل مجالات الترجمة التحريرية. يعني أعطيك مثالا بسيطا. لو طلبنا من الماكينة أو الآلة أن تترجم لنا الجملة It's raining cats and dogs. ستقول إنها تمطر قطة وكلابا وسيضحك الجميع على ترجمتك. فهذه الآلة لا تستطيع أن تفهم السياق الذي تقال فيه الجمل ولا تستطيع أن تفرق بين الثقافات. فهي لا تدري أن القطة والكلاب التي يتحدثون عنها في إنجلترا على سبيل المثال معني بها المطر والغزير وغيرها من المجالات. فإن حدث هناك تدخل للآلة سيكون في مجالات لا تتدخل فيها الثقافة مثل المجالات العلمية البحتة. فإن كنت تترجم الكيمياء على سبيل المثال فالهيدروجين هو الهيدروجين هي عناصر دولية عناصر شائعة بين الدول والأكسجين هو الأكسجين والماء هو الماء. إذا لا تتدخل الثقافات في النصوص العلمية وفي هذه الحالة يمكن للماكينة أن تساعدك. المساعدة الآلية للترجمة ليست وليدة الليلة. المساعدة الآلية للترجمة ظهرت قبل سنوات ببرامج معروفة بالكات أو Computer Assisted Translation وهي مجموعة من الأدوات تساعدك على يعني الاختصار وعلى التوحيد. الاختصار ازاي؟ انت جالك عقد ايجار عايز تترجمه مش ضروري كل مره تترجم العقد من اوله الى اخره لكن يمكنك ان تعرض هذا العقد على برنامج من هذه البرامج مثلا زي ما قلنا ترادوس على سبيل المثال فهيقول لك هذا العقد 40% منه قد تمت ترجمته من قبل وهذه الترجمة. أما 60% فهذا جديد وتعين ترجمته.
ويقترح عليك في الوقت نفسه اقتراحات. هذه الاقتراحات تأتي من مجموعة من المعاجم التي تم تخزينها داخل هذا البرنامج. إذن هنا الآلة تساعدني في الترجمة، ولكنني لابد أن أكون موجودا. الترجمة الفورية لا أظن أبدا، لأن الترجمة الفورية تعتمد ليس فقط على النصوص. يعني حد يقول لي مثلا احنا ندخل النص، طيب افرض المتحدث ارتجل، فلا تستطيع ان تساعدني في هذه الحالة. نعم. إذن فكرة ان هناك تداخل بين الآلة او التكنولوجي وبين الترجمة الفورية ربما قد نستغرق فيها وقتا طويلا، وربما قد نصف في النهاية انها قد لا تكون حلا واقعيا فيما يتعلق بهذا الامر. هم دلوقتي هيبدأوا تقريبا. طيب انا اعتذر لكل السادة المتابعين والمشاهدين، لاننا الان داخل كابينة الترجمة الفورية، والجلسة الثانية من المؤتمر سوف تبدأ بعد دقائق ان لم يكن بعد ثواني، وانا الان اقوم بالتسجيل وانا بداخل الغرفة، بداخل غرفة العمليات. فنستأذن حضراتكم نستكمل الدورة أو الجزء الثاني من الترجمة الفورية، وبعدها إن سمحت الظروف بنخرج مرة أخرى بفيديو جديد على الهواء مباشرة لايف على الفيسبوك، إن شاء الله يكون شيء فيه إفادة وفي متعة وفي أهداف تعليمية لكل اللي بيتابعونا إن شاء الله بإذن الله تعالى. شاكرين لحضراتكم مرة تانية، حسن المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور محمد. شكرا.